بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه والكيم دوكال إذا لم زر من ناصر دخلت مورت ناصر برنت مورت كتلفزيون زيرس مزيغ تويس ربعة ذوني نسلم دم قرار بفلا ومرحبا زي ونكيد نغ التكال تجديد تنثيم ليليث من الجمعة أي ثما أي سما أسو بإذن الله تعالى أنجب الذوال في يجل الموضوع إلى قفلة مسلين الموضوع وبالذر نغوص خسر الموضوع أن الإسراف مكيه سما سيدي ربي ويناب اللي ربي ويقاس شذيت بذرني إن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وخاصة سحالة تيلي أبذر يتاوي غرس الزوخ متى السبب المظاهرة يجي أي مدوكال متى العلاج لمسالته باش نمأنس وسع عوال في الموضوع ونبذر لنا كذا نغي نجي ونا لنا نغي مسلين فلاس نجي نغماس فضيلة الدكتور يونس أهلا وسهلا الأستاذ بالجامعة نتيزي وزو يونس حشلاف مرحبا بك. الله يسلمك بارك الله فيك ومرحبا بك تاني وشكرا على الدعوة وبارك الله فيكم مساء الخير اجمع ودي غادي يسلم تمديتك ربي يحفظك. لكن غنجي والسنايم دوكال مس الشيخ جمال شرفاوي سي ولايه بويره مرحبا بك الشيخ ربي يحفظ ايش يبارك ربي بارك الله فيك في العرض ان شاء الله اني لين خفيفي الثغف في كذا غادي تولينا كلا وانا كي وان شاء الله تلي التذويل ترى ديس نغفول ونسن ارسني كنس ارسني كسنا كل خير ان شاء الله. اللهم امين بارك الله فيك. الاستاذ يونس حشلاف الموضوع إلى قفلة المسلايل خطر الظاهرة أكثر من المجتمع النغ ما كلا نزر أن سن التبذير متى قفلة قارني مسنون مثلا العلم من نفس النغي مسنون علم الاجتماع ما كيعرفا أشولني بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثمن زوت قبل أن هذا كانت سنة في الحاجة لازم تنسين لشوت قبل أدنى هذا شيء التبذير أجين هذا شيء الإسراف هذا شيء ذينا لازم نسين هذا شو هذا شيء المقصود زكس ثانية لازم نسين من ميد تسيلي الإسراف أجي الإسراف نيغ التبذير نيغ الزوخ لكن يشود وينش تجي إقن غل حياة الحضارية يعني ما تقدم ثمور نيغ ما تفغ سل حياتنا الحرص هر حياتنا الرخاء يدي تسيلي وينش تجي مرتدي حياتنا الحرص الحياة البدوى كنيسي سما ابن خلدون العباد قال الوقت اني استكفاين سويني قل زمن كان سويني قل زمن بشكل اين قل زمن يواشو يواش كنا حارزن ثار واحد تنسن وهذا حارزن ثالو اللي تنسن ذي الدنيت وتنقطع نرى كنت نقار غريزة حفظ البقاء دونك العباد هذه حواجة كنا ذيتش الماكلة هذه حواج باش هذيسو هذه حواجة خام هذه حواج اللبسة هذه حواج ولكن استخدامه يتساوي غيني ميقو حواج كان لكن مرث دو الدنيس ومرث توسيع الحالة في العباد هذا أذو غلن أدفغن غل حالة الحاجة غل حاجة نيضان غل حالة نيضان لقرنس الكماليات الكماليات هذا يغال الدفغ وانشتا التبذير التبذير أجي العلم الاجتماع ولا شويني فهمن كني 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 نزرع ولا شويني فهمن المجتمعات يعني من عبد الرحمن بن خلدون الله يرحمه يقار التعرف هو مفسدة الحضارة يعني مرتفغ الإنسان قل حالة من البدوى قل حالة من الحضارة التمدن الحاجة ثمن زوث الميزة ثمن زوث الحضارة هي التعرف التعرف يعني يونا دي استعمل الحوايج وهنسي حواجارة الزيادة تعرف التفنن في مظاهر الحياة يعني هذه قضية تفنين قل لبسة غادي تفنين قل ماكلة غادي تفنين قمركوبيس دشار دي ركف غادي تفنين قشار دي السو قشار دي أمكار دي الدو أمكي العوال دي أذب الدالنس أذنب الدالنس هذه قول هذه الطلع يغوية إثيفاتنا غل أمامي قعدان في اللاس وقي قرنص الطرف الطرف يعني الإنسان ذي المظهر غير المظاهر الحضارة كل تيمورا او كيس كنسد في اللاس ولكن غاس ما نوطيت غل حلا غي سر خا غلان ولكن هذه قيمة ذي الحاجة ونلقى راه غاتسيلي ايوا شو على خاطر مام ذي الحياة الحضارية ماشي العبادة كتصور ظن
غير القدره على الطرفه كاين تحصيل تحصيل الكماليات الكماليات هكي. مالا اونزميرالا الطرف هكي يسعى المظاهر السلبيه الباذخ مثلا الباذخ ذا يعني ايون ذا تصرف من غير الشحه المظهر ينسد شو الباذخ هكي هو مظهر من مظاهر التكبر مظهر من مظاهر التكبر التكبر ذا شو هو رد الحق المكابره انا كنت قرا هو رد الحق يعني استبعاد الباطل غاصد الباطل هذا اصغر غاصد حواج غاران اتخلص اكن في تساوره ويضنين ادسكن غير من يوك كرازي السيد ريمني ود البعد خد صرف ضم قران يشد ثانيه غير الاسراف 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 في اللغه بالمعاجم اللغويه ذيني قعنان ذيني قعنان الطغيان ذي الافساد هذي طغيون الحجاني هذي يقول ذي المسرف ذي المسرف قدري منيز ذي المسرف قلوقتيز ذي المسرف القوة استعمال القوة ينس الساعة خلال مظاهر القوة و الاسراف هكا ماشي باش كان يخدم الخير باش كان يخدم الشر ذي الافساد الغرض ذي الافساد سالي كون تخدم تبدل يدري منيك ني غاين السعيد ذي القوة لان القوة ماشي يون المظهر الساعة الجهد كذا الاخر ماشي يون المظاهر يسعى خلال المظاهر سواء ذي دريمن سواء السلطه لنغذى ذي النظام ما تترد ثمن الخير ذي نقل هان ولكن ما تترد ثمن الشر دونك هذا يقول هذا استفساد هذا يقول هذا الفساد يسعى وي دونك الاسراف ادنوغان الماذا الماذا التبذير هكي التبذير سيدي يصادق التفريق اللغه التفريق هذا نقار البذر يعني بذر البذور ما دا زرع هذا شيء دا زرع يعني اتفرق اتفرق عقاين يردن عقاين تمزين انا ما نزرع دونك التفريق والتشتيت والتشتيت في الانفاق يعني وريت روحها راه غيون مكان روح سياسي كنت نقار وريت روحها راه غيون غمكاني صندوق لازم ذا طقار كان هكا بلا ما تحسب طاس الحسابيس بلا ما تعلم تندير عندي لازمه دي روح هذا الشيء لازمه دياوي ثانيا يعني لان لما تنفق بعقلانيه يعني ما يون هذه صرف سلعه قليس دونك هذه في كل حاجه ودياوي الحاجه نيضا دونك كل حاجه محسوب بصح التبذير ذا شير زمان الدنيا شيريت شيريت قال المظاهر سمح لي قال المظاهر قال المظاهر التبذيراكي هذا الاستهلاكي التفاخر لكن عندنا من بعد استاذ بارك الله فيك بارك الله الاستهلاك التفاخري الشيخ جمال يمسنا العلوم الشرعيه اكيد مسلين في الظاهره يا كي التبذير نغ الاسراف ما كي تسوار الايه الكريمه حتى سيدي ربي بصريح العباره باللي يحمل الشيء ذا يا كي غرس يعني الاسراف في الحياه تنسن التبذيرين ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا نسن المعنى التبذير الاسراف كي يبارك ربي وكشكرا تصرا في الموضوع يتختار لانه الموضوع قلان يتعالج الواقع للمجتمع تمتنا كيثور حاليا. تزور نضرب ربي سبحانه عز وجل اللي غادي يجمعنا كيثوني تقوني سن الخير الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كان يوقع ذوك غادي تولينا كلاوانا كي مزي مقار اقرور ساقرور ساركاز مطوس برانا داخل تمورس اوني ناس لما ربي نبي في اللون ان شاء الله هاني لي في اللون خفيفيس. تمثلت تبدير ان الاسراف اكيد ثما في العلماء الدين اوري غافر في الاسوان شتاكي ديما شيخ فتحي قدنا في نكوني نقار يوثن الايان ذي الفاتحه لنا اكثر من 17 ركعه دكواس اهدين الصراط المستقيم يعني ربي اوي غدو فريدني السلامه الوقامه ارث كندامه ارث تسيليض سويكاد يعني يخدم الاسراف ذي الطاعن سنه طاس وثلث وكاد قلان تخدم تغلط تزير غفاين تخدم انا العلماء ذاكي فكان يعني تحليل من الايان سيدي ربي سبحانه عز وجل لانه شيخ فتح الدين الديوساري يوكن هذه يمنع العباد يوكن وتلوس نار مليح انا وتسنا مليح انا وكتب النار كليلاق معناه يساد الدين يوكن السنيار في ليسا اتكسب اتلصل تلقي سينيك اتشل تلقي سينيك ربي سبحانه عز وجل يوكد الحلايقي دوكا والي يقرد قل من حرم زينة الله
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولاش وكزب النادي حرمان شتاكي ربي فكان غد لي ساري فكان غد ان بلان دانستالاسيون ام كي قلقات نسدو اسمارين الدو اكن يفغى ربي سبحانه عز وجل ادنا في متي ودن تسافر هذيك سوكورن ودن تسافر اين كا افاشو نفغى ادن هضر في اللاس ولا ما يلا زيك معنا يلا دين يلا دروس الدين يسد حورف التعديني في زياده ترى مرد هضرت في الاسراف نخف التبدير اكا ارو مثلا سو مثلا العباد يتسزل ووال اهث بالك السنغالنا ماناطاس نغطقر الخفزر فراناطاس لانه الاسراف كيطاس الانواع اكسعه الامام الراغب الاصفهاني الله يرحمه ربي يناد الاسراف زياده ني غفل ماكسيموم ينهجيني يعني كيويد اشتشض القيسي اللي كان وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفكين غد المثل يسوى شو ارن فنوني سدوني ثنا يفكين غد المكله يقارد امذن ماذا قلنا يحواجي وكناديتش ياذيتش اذي خدمه حريش النفسي نس احريش ايوامان احريش الماكله يعني اتشد القيس بين سو شو اذا زمرض اتطفض كتشيني الحاليني اسمرت دوض سلقيساكي اتطفض تيكليني كتشيني تحوذ رض وقي ضراي دف السر من العلماء يعني كاسمات الدوضي مسالكي ضف ديمانيك اتزمر ضت قافل الدوني ورث تمال اكاكي ورث تمال ضك اتلد دائما دوني قلان يزمر اذي قافل الدوني تيس لانه قلا قالك تعجب الابهاني نغ لو بريستيج اي نريش بات الدوض دي ريزوياكي ضف ديمانيك دي تنصف ببريد وتزمر ضرنا تكمل تسويعات فنش تجي يسد الدين يوكنا غي يحجف يوكنا غدي يحبس غدي مود ان دو سلقيس وين يتدون سلقيس اذي وضغر لبغي ساكن قارن بارك الله فيك يا شيخ جمال الاستاذ يونس وني لي زرنا مرتنا غي امارو بالك مرت الوحيده الا نتما دار غروب اكدي سفرات غير نهار التبذير قطاس خاصه التبذير يتوقنن سلزوخ استهلاك التفاخري لازم تصغيغا كروست باش مثلا الجاريو افلا الزوخ غريا كروست خير شكل الجار مثلا بارك الله فيك غري البورتابل خير شكل سو بورتابل نمدوك ليه مثلا التفذ دي سا البورتابل مثلا 10 ملايين تفغ الماركه اللي ظن هكا 15 مليون اي روحه هي الزنز مثلا 4 مليون 3 مليون ايه المهم برك باش يسبين باللي غرس البورتابل ني الدوافع تجي المجتمع النغيور قبريد محلو بارك الله فيك اشتي لازم نهضر قبل ذا شو الاستهلاك التفاخري ذا شو ذاك لنا ومن بعد نزر ذا شو يدمر العباد سر داخل انا نشتا باش كنا في وضع الزوخ هاكي الاستهلاك نزوخ نيغ التفاخر ياكي كنيد نقار نيغ التبذير الاستهلاك التفاخر ياكي نيغ الزوخ و شو الاستهلاك الخدمه الخدمه يعني لي سيرفيس كنقار نيغ السلعه بهدف الهدف ينس ابراز الانسان يعني ديسكن العبد ديسكن المكان المكانه ينس الاجتماعيه نيغ ديسكن اين يسعى دي يعني للدلاله كنقارن للدلاله على ثروته يعني هذا سعو غوي باش كتعرف شو سعي غير الجي فيو فوالا ذوي هذا الاستهلاك التفاخري ايش تي يعني يعني العبدي هو اللي نختج مع يعني لا فامي زمرا ديني لا فامي زمرا ديني تامورث تامورث كومبلي زمرا تغلي كوانش تي تغلي الاستهلاك التفاخري يعني بصفه عامه وبالتالي وي لا زيك سي زيك لا لكن العباد كل يوم يسنى 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 القسيس يسنى القسيس اسمي الان القرون الوسطى القرون الوسطى للطبقيه لطبقه الملوك الاوروب لا الارستقراطيين وهي طبقه النبلاء لا طبقه العامه من الناس كنت العبيد كان ذا في نيون العامه من الناس العباد يتلوس يبغى يلسم الاماره ني غير يبغى يلسم النبلاء التصام في الناس هذا الشيء كي هو ويا كي يسعى
كنا قنيس على موين سا بوليتيك ايرين طبقيين فوالا لكن تورا يونس قل عامه ويتردش محل ورت ورك تما راه قويضني وقال لك اني قال نقوى وقال لك غطني صار غطني نويضني كل يوم يحرز المجلس قل جايز ولكن تورا خلطان ونزمير في قنوا قلنا قل حكام وقلنا وزمر تصفضي ون من رجال الاعمال نيغوزري غار نيغدم ميس بابا زد معلم يسعد يسعد ما تصفض وايضا انه دميسي وزوالي يبغى ما كان ديفين دونك يغالد النفاق يغالد النفاق النفاق هذا شو ثاني كتعلط تعلط النفاق جاء من نفق لاربع تعلط الغاري سيني مخرجين الغاري داك شمت تصفض هذا زوالي سيد المرفع دونك دويني دوي المشكله ومن بعد داشي تصفاف لازم تفضل استهلاك استهلاك السلعات لا السلعه كانت نت التليفون بار اكزومبل نير الطوموبيل نير التليفون باش كنا سواء كونيكتي زيس سواء نسيو زيس سواء نصور سياسي ساعه الاخر ولكن اجتمع ليش تصغط التليفون دغلا يعني شويه 500 ولكن تصغط تليفون ايفون بلاك ديامون بار اكزومبل ملايين دولارات باسكو زك ديامون ديامونيو اكثرنا الخدمه اكثرنا الخدمه بالتليفون لي زوبسيون قال زكاس سي لي زوبسيون قال لك التليفون هذا نورمال فقط باش كان ديسكن الحاجه باللي واش الدفع هذا غيوين الونش تاع الشيخ الدفع ثمن زوز الرغبه في التميز ان كان يونريت ما جامنك ان كان ما غيمانيو وكان ما كان يخلق في ضربي ماشي ريس على 46 كروموزوم هذا هذه ما التميز الرغبه في التميز ان كنت صغار ما كتلوس العباد ان كنت تدو غار ما كتدو العباد وصغار ين تتن العباد اما كان التميز و اديو فرار في العباد اديو فرار هذه ما جيماني ستيت من زوز تيس اثنين ان الناد ديسفيين هذا سعاد الشيء إظهار الثراء هذا الشيء سعاد الشيء غرغوري زمر الطونوبيل المشكل ساعات لا شغرس والو وقيد النفاق المشكل هذا يعني كنا التكبر الرياء كنا ذي ون قلنا يسعيد ريمن يزوخ يفاق في اللاسك ندقار ما يتزوخ تشغل الزوال هذا المشكل دي سوي شرط الزوخ هذا ولاش العباد سنك بلي اش موري لي ولكن بركة يروح هذه سامح هذا الشيخ باش يروح على الشيخ بلك يروح هذه يرضل بالك دي يرضل بالك دي يرضل كمل كانت السنه ثلاثة مسالين التقليد ثاني اقل منهج كل يوم يبغى ديماك متفرد كل يوم يبغى ديماك متفرد متميز على الغاء وبالتالي كل يوم غادي تحوس اي نيسي ولاش هو اللي غادي يروح الحاجه ديال الحاجه دونك التقليد في المنهج تيس ثلاثة الجهل الجهل هذه ثانيه الجهل يؤدي الى هذه الامور هذه يون مردي اللي شموري القرويس يعار الحال مدي سعيه وان إذا لم نرس على المعرفة ناس قسان أفلاطون الناس لما لا يجتمع المال والعلم في رجل واحد الناس اللي عز الكمال أكون نجمع العلم أكون إذا لم نغي هو كامل إنسان كامل دونك أنشتي إجان العباد تروحوا نغو أنشتي بارك الله فيك أستاذ حشلف أنا مثلي أنني وني غير سميت فيلا مثلا شحال يروح يتس يتسق شو هي شتن شومبرا زي سنبرك يوث يوث هذا كان يوث قال انا زك سنتمر وني غرس مثلا 10 تنقول كواسي تنقول تنغنص داير اين ردي وي المونيز بارك الله فيك الله يسلمك يسلم ذا نغ الاسلام النغ ما كنقار الوسطيه حتى سيدي ربي قال الانفاق مثلا قالوا الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة يعني وسطة ومن نقل آية أيضا سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا المسلي في الوسطية يكي والله الوسطية أولا الله عز وجل شرف هذه الأمة من أجل هذه الخصلة وجعل هذه الأمة هي التي تكون شهيدة على الأمم التي سبقتها يعني الشرفة مقرنية في كارب سبحانه وتعالى وجل الأمة يجي الصفة يجي الصفة تلمست الصفة تلمست العلماء الأخلاق في علم الأخلاق أنني يعني الوسطية هي فضيلة بين السيئتين فضيلة بين السيئتين وقلا قرات تليض تخدمض الاسراف لما تكشمض للسيئه
وقال قرا تخمض البخل تخمض التقتير على ما تكشمض ذي السيئه قيم كان ذي تلمست ربي سبحانه عز وجل يفكينا دم كي قال قانتو يوضحنا ان دول تسرر فوسيك ظلم التشبيه وتسرر فوسيك لما تمقط يعني اتزير ضغفت واش ولتيني ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك المعنى يجي وتسيري رفت واش ولتيني حذر انفق اذشن اذسون اذلسن اذدوين دون لي نور اي نحوج ولا تبسطها كل البسط لانه اسمرت في صدى فوسيه كل شاذي روح ضرب لي الى قتر ذا القرار الى عمري الى قتر خذ بذ الحساب اقلنا ذي المجتمع ولا شو ريك يخذ بذ الحساب بكيتشي الى قتر خذ بذ الحساب يمانيش ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مالوم المحصوم معلوم المحصوم أتو ولا تقمض وينك ناي السوتورين من غتر دي من يتكش مضو كريدي دي ثمارو كنري أسمرة حاسف دي منك هذا فضل غلطة ثم قوان دي تيخذ من فيضني يفكان أضربي المثل النظام يقال والذين إذا أنفقوا وجيت سواشو تقعوز ربي سبحانه عز وجل يفكان أضربي ستا مودة لذي القالف عباد الرحمن ذي لا يجد قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك وكان بين ذلك قوام أري لين كران الإسراف قال سنقذ ثروكي مقلث المرين سني زديك قبل لم كلان تدوني ثني ذاكي أدك شمغدي ثمن نظام سيدنا عمر ذر ضربي في اللس يعد النبي صلى الله عليه وسلم يوفى سيدنا عمر يقار القرآن أما علي يتعقضك شوية إنيس يا عمر أي غرك تتعقض إنيس لأوقظ الوسنان وأطرد الشيطان يكمل مشوارك رزتي وفاسد بكر صديق يقارس العقل إنيس يا أبي بكر صديق شنو غرك صوتك رقيق العقل كان إنيس من أناجيه يسمعني ونكد هضرة يسبح يسليد ويحوج راس خدمة سياوسيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحفي ساري كان ذا يبغى سني الصحفاظ إلى قاتلي مديت لمست إنيسي أبا بكر صديق شيني عرفت شطاح صوتي يقال سيدنا عمر الناس شيني سكنوا شطاح صوتي المعنى تا ذا قد نغال غير لا نظام ربي سبحانه وتعالى وجل قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إنيك ولا تيخلي سلادك سي الإسراف اسمرت تسدود كوفريدو السادرة ديستيناسيون يكون اسمرت غصفض الديفان وزلام كأن وريت تسدود دا وفريد ني كوفريد الطرطوار مرة كي تده مضيون مرة دو غدر طوموبيل خاطر شو تخمم دارة ذا ما إلا غتلحوظ على ما أتجعل العباد ذا مهفول تلحوظ العقل كان أقلك قالك تخذ مظلون كومبر مود كوفريد مما تطفض كان ثالم ماست تيخليك ثذان وفريديك يذان صح ذاكي ادنف باللي النساء راني كي نزمر ادنف ذا الوسطيه الوسطيه دي الشجاعه الشجاعه تلها بصح ما الا ستهور اتوغال ماشي دي الشجاعه ما الا السلجوب اتوغال جبان خاطي اللي كي نقيم الشيخ جمال قال الموضوع عندنا شبيح النبي صلى الله عليه وسلم يسد يقر خير العيش ما كفى وخير الرزق ما صفى ما كفى يعني يون مشيد الحرام اي رض ما يخص ولكن تفاخرني ولكن ابذرني ما كلا نتمسلي اغرو مثلا تنبدار كبريت الروح مثلا تمغرى وين نغ انا في الماكلة اي شويه ومن بعد اي مضر نص سيسه زين زين نقض عليه اي مضر برا الشياكي اي لند الحرام صح نشتكي يوكد فلاس النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينيك ولا مثل ليض فريف بواسيف ينيك إلا قد تسير ضد سلقيس لأنه نكون تورا مرد في الضرضة كي إلا قد تسير ضد سلقيس لكن ألا تسير حظ تسير حظي تفرني تنب ومن أشحال سيان ورسالد الوضوء أتصادفت سنغلظ أشحال ونسي لقاس بياش وبعد يدينا كانت تفاض فطور تغليت ألا لأنه لنخدم على الحساب لو كان يتدو كلش سلقيس هذا حوايج غاين حوايج التواضع اسمح لي تكمل في التواضع يلها
معنى باش تواضى لما كركض اللعيبه الحاجه السمعين خاطي نغ باش تيم غورض لما تحس بضمانيك ذكرى تواضى سيبيريور غا في اللعيبه خاطي اي لي كذا التواضع قال لك اور تزيد اكتشن اور تسيرزي اكجن اي لي كذا تلمس بارك الله فيك الاستاذ حشلاف بلا شكل انت تصل الاسباب يجي الاستهلاك التفاخري نغا بالذر المجتمع نغا المسلي اهم الاسباب يقرضا لي لا خاطر شحال السن الهلاك من يلا العلاج يسهل بارك الله فيك هضرت في الدوافع يعني غير دمير العبد ارتب دير الاستهلاك التفاخري الدافع يتسيلي داخل البنادم تسيلي داخل يعني تنفسية البنادم ولكن الاسباب كانت تنيط السبه تسيلي الاوبجيكتيف يعني موضوعيه تسيلي برا ها السبه تسيلي تشارك العباد مره تدمر العباد مره غير الجهه الاسباب تم قرانين ثمن زوت زمان تدنيني الذوق لي جو للعباد ترى تنبدا نقل زمان روايض تنبدل لك زمان غير وايض تبدل الطريقه سي تبدل من خلال العباد يتشارك نزكس ها خدم عندك وانش ذاك تيلي الحاجه هي تعجب العباد هذا عدين السنين اللي غادي عدين وساني غادي عدين الشهور تقول له سنت عجيبه لا يبدل الكوني تسن الفول حاجه اللي اظن الكو ياكي يقرن الذوق العام يعني الذوق العام سواء ويقنا راه البنادم غيون البنادم يقنق الجماع يقنق ختمور ممكن هذه اللي يقنق العباده وكدي خلق ربي وما تنبدل دونك العبد يستهلك يستعمل ثانيه اي نستعمل يقرا النيس ذيك تعيش ولزميل انا ادي صوف الحاجه كان كاذب غادي في غير الجماع هذه يقول محط انظارك يدنقل العباده تخزر سير خزوره ما كن وزري غاره بالك ذي المتخلف بالك هذا ما كنا ذي يقول متمي يعني اريد دارا ذو بريد يدن لعبادك يعني لعبادك من لا تبذر ماكش تقول تبذر توك تبين باللي نورمال الحاجه هي ولاش فلاس ما كنا الحاجون اللي دونك الذوق كي ترى من العباد لازم لا نستموره لان العباد وزميرنا راه سنتينات انك حاشا ما يقرصيو صباط سمكه تصغى صباط النظام. لي ساعه 10 15 صباط لازم كنا هندسه وي اذا زكوا غادي دوزو كوستيم داز كوا وهذا من لا غادي دوزو وي بالذوق. ومن بعد تنبدل الحاجه كي ياسر ولا كي هرا وريد يقولوا تيتلو ساره لازم وينك ذيقن وينك ذيقن يقول الاخر وتفهم 10 سنين 15 سنه تدور الحاله قبل 10 سنين لاني رقاز نتلوس نسر ولادي هلا وانا الخالف تلوس نزدي ذي قال انت راه المشكل بالك سمان تيبدل سمان ايه سمان زمان تيبدل انيني الموضه ثاني ميرو الموضه داي باغ ديني الموضه لا موضة كي اون جينيرال لان مراكز بحث متخصصه وكونشتا سوفون دي مود تجديدين يعني الدور يخامنا كي خدمنا كي لا مود توسنن على مستوى العالمي ماشي غير غورنا كان وهي كي الهدف نسن دميرنا التغير المستمر تغير لازم شاك فوا اتنبدل لا موديا غاسكوا ساعه لا مودا غاسند لا كولور تا وراق لا لعيب هذاك كبر ذي وراغن العام الجاي انت دير بريكن المهم الهميس مانيك يعمر الجيبيس هذا هي سمير الجبن بارك الله فيك غرضي تسدو مثلا في البورتابل نيني مثلا البورتابل اطفال ماركه معينه كر 10 ملايين اشي تسغد مثلا سمنت النظام دي الصوف والنظام ايضا اي ولا وني تسغيت 10 ملايين تنزل 4 ملايين 4 ملايين بعد تسغدو نيضن 15 مليون مثلا هكا زربي ذوي فوالا ذوي ايوا شو نزل سوف لا الهدف ينس التغيير المستمر و نيغا كنقارن دفع حركه الاستهلاك المجتمع الاستهلاكي او كان دي صغ غادي صغ كان دي صغ كان دايك او كانت تصغض وتصرفض ذوي الهدف نزل لكن لومبالاجي نس الموضه كيت سومبالي نارتيد
سل سل ذوق ثم بعدين نختيت سل جمال سل فن أثني فقد وقى شبحنا خير ويا ذوي يلا ذا إسعى قيمة فنية خير نويني ذوي قفنين أنا خير نويه ولكن الهدف النهائي كان الدين الشيخ فتحي ذا دفع حركة الاستهلاك باش تجر ويش يسعى أرباب العمل المصنعين بس نكشمن ذريم تيس أربعة ذا وسائل الاتصال وسائل الاتصال زي كنا التلفزيون كان الراديو سررنا نقد وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوتيوب الانستغرام ايتو وذناقي وغالا ثانية وغالا ذو وسيلة من وسائل الدافعة لهذا بارك الله فيك وني قلنا نتعيش ذي غرغرنا غادي تشبهي ماني سوا نتعيش ذي لا سويس ني غزري غير انني غادي لافري كيكسر بيرك بارك الله فيك غراه دولي استاذ حشلف الشيخ جمال بلاش كطاس الاسباب يقلان أهرنيت شوية متى يتوهيت مثلي الشيخ أستاذ والله لا يعني دفنو كان مثلي وفين دينا دكتورة سيبر كربلا مثلي لن نزه دي ثمان العوايد نكون إذا المناسبات في هناتين قوشو إذن تسف الفساد قس وطس الإسرافة قس وطس يعني يوالو يسعر الحد توغال يوصل لا كونكيرونس في الحاجه نريان ديتو انا غال تور سي دفدو سي غخام نان كون ديتو هذه اللي ندير الجيران ميوسانن سمي هشام نوا صافي كل واحد يسن من بعد الجاري ويفد الديكور ياخذ يخدم الديكور جديد الا قبل ما كتخدم الديكور جديد سورتو ما الا مقرب ديك شو طاح دي المناصب عطيك صح اي سين بيك الجار نغيف دل دك من بعد واقي يودا صالون 20 مليون واقي مازال كتشيني مازال واقي 6 مليون خطي الا قاتي نزل تاد نوالر فينا اثي دياغ دياغ صالون 20 مليون اثي قيمورت واحد كور ثلاث شهور باين كشم العباد ولا نتر كلي هذه عاوده تيزنس 50 مليون لانه ويقي وفكنا القيمه نصور ديني وزرينا باللي اكيد اثروا ظن الاقتصاد يعني اصور نوست في كدر تنغيط دي ثمان تمغري وين شيخ فتح ادنا في يعني يوث الخساره ثم قران يغال تغال ذي الابه يغال يعدنا كينيسوخ صافي دير اكديني الفلاني ميخدم ثمره توب لا كونكيرونس ديال الصال يعني هو كاين اللي كاين يزرق خدمات 40 مليون يبعد لنا في الدار كانك تولي كانك وبعد في لوين قارن قارن كذا لما عنده تنوضين يدخل تدرين نغان تركز وريوضين لانه تداوين نكت معنا ذن ومن بعد اجمعين الدخان نادي في غار برا صفطو سنوات تيخلصنا تيخلص ورقاز ارقاز ما الا ويصاوض راه افيك لي كومينيكاسيون ينسى كود وخام يسعى مونك دو ديالوغ كذا الحوار ويصاوض راه هذه قعده هذه قنع ثوا شتني سيناو ديرجو نكوني اندو في القيس انا كان يوني خلص سيني مليون عيشة في سيني مليون نيو يوني توخلص 10 مليون يتدو في القيس وزمير غالي زعان كيني وين 10 مليون انا وين 20 مليون ادو في القيس ينو يوني خدم ثمره 40 مليون نكاد خدم ثمره 10 مليون سي با اوبليجي ديك الشما ديال الريزو ياكي ومن بعد هذيك الشما تقول طال هذيك الشما دي تبديرني خسر غاكو ربي خسر غاكو ديماني والعباد كيف كيف العباد شيخ فتحي ما وفان تخدم ضاسن مليح اكنين بزاف ولا عاسيطرو وقعت هكاك الخسارة المشكل صافي تحس يكس هو اللي استقبل ديال الخسارة ولكن قاري اعطيك الصحة ما الا ذا يخص لكن ابن عم سبحان الله يبوسي خدم ما راهي قضى يتفلا ولا شاك ما قاريك شيني الدوك الدوس القيس خدم الميزانينك وخدم راه الميزان العباد اتيت نفس نعم اتيت نفس حتى ديت مغري ولنا بالنسبه لغلاء المهور شحال انتو لو انتو ريك قيما السبه الثغاد لكم كاين يمكن يليس الفلاني تدا 40 مليون يواس الجهاز 40 مليون كاين اللي 5 مليون ولكن موقل اللي وقو تخمينا العواقب ترى اكثر 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 من 7-8 مليون امهات عازبات من بين الاسباب قلان والجويج نتاعها دان شتاكي يهز ورا هات بالك تفدو تختار ومن بعد تيوثو وكور لانه لا شونس قد غالي مرتين ثلاثه تروح معنى اسمرت كومونسات تشرضض كاينه تمود 20 مليون تمود 40 مليون ومن بعد تيوغال تقيم تورا تكمل فوز شي طاحت زاد ولادي جنازات النغاسي سي فتحي واحد
حتى الوالي ما جنز الصغار الجنازه ضفض ديك السميل فاي ضفض ديك الكازوزه ضفض ديك البنانه ضفض ديك القهوه ضفض ديك كلش تروح تعظم الله نقصد ذهني قبل التجار يجوا لهن ذيه امهات عازبات الاشخر 8 مليون امهات عازبات بالك قصد شك يستناني لا نزوين وزوين شكلها نعم نعم تيجي بغيتك انا تيجي بارك الله فيك خاطر المصطلح الامهات عازبات المصطلح العوانس ماشي كيف هاكي بارك ربي صح شكرا على الملاحظه كان تيجي تيجي الى قنزر اي غرس يدي كون ناكد نوال الجنازه سبحان الله توالت تسوض غار لي مولين الجنازه تعوقض ما تعظم بالله ربما تفضينا كيخص بينما من في صلى الله عليه وسلم دالا يقاري صناع الطعام لاهل جعفر خاطرش تواشوا ولا اللي جتوا قال معناها شويه كاين اللي قد فان ما تفكي ضس الجنازه ني تفكي ضس القديش ني يتو غلال هذه الجنازه وتو غلال ضمنيق الموعظه وغلال ضمنيق باسم جدي زيد نوض ولا نتزوق مع هذيك الجنازه؟ نعم نوض يوض بالزين غير الحال ولا نتزوخ انا عادي في الجنازه تاكين مصيبه من باب الهي مصيبه يعني على مصيبه اخرى يوني عندنا في الجنازه كي يثدر توفى الجنازه ناس اسمي رجل ماكله اسمي وين مسكن الفقير ولا يعني ناس اسمع خدمه الجنازه كن لقب ولا شو لا يغار يحسب سمغرة خطر شي والف باللي ديال الجنازات يتاف لي جو يتاف الكازوز يتاف الماكلة يتاف الكسوم يتاف كلش يعني يغال اكنس ناولنا الوخذا يسارا يغال قلم انصدارا حاشا وكادي غادي توالي الوخذا دونك في ويد اش خفتي الى قد نغال ادنى ريكولي ادنى غال غير فير ونتكمل راه الى قد نكسسافو ني ديال الكانون يقرق يتصازير نو اسيد نو خرى الفير انا نخدم المراجعه ايمانا يوكن ادنى في تفرات ثقالاندا بارك الله فيك من يخص ناوض استاذ حشلاف الغايه مدنا كي لان كش من الاستهلاك التفاخري هش ما كيلا نسلو الشيخ ولا نتزوخ مع هذه الجنايز النغ يونا ذهيني روح الجنازه وين فلاني يرو الشربه يرو كذا يرو كذا يرو كي ولا يتمسلي في المكني وكانه يروح للتريد النهار التماره ما يقار مكنين الغايه الهاتف من خصني يوضن مدن الغايه النهائيه يعني الغايه ثان كارت الاستهلاك التفاخري كي نتبذي راكي قلنا ممنهج على كل حال ماشي كان كذا ولاش ماشي يسعد واحد يسعد واحد يسعد المنهج الغايه هي نسخ الجي في ماركانتي كنا ديكري دائما الجي في ماركانتي سوقي عار انت المسك من الجنازين كنا نسك من الثمغرين المهم انت اذنز اذينز وين دي خدم اذينز وين دي خدم امشي انا نوتوكي يعني كنا تدور عجله الاقتصاد ها الروضيين الاقتصاد تدور وهي دي صنع وهي دي زنز وهي دي استهلك وهي دي خدم وهي عاود دي صنع وكذا وتدور تدور تدور كنا نقلق ثانيه وصدويرة راتو لو انك انك ساعني يوث يوث الحاجه غاتسيل سني غسنات ودي الصغار اخي الله مما لا لازم اللبسه هي سيمانيس اللبسه انت غيميت انت مدي ثيمانيس باش كان تروح تخدم اللبسه ينس باش كان تصفط غير الحومه اللبسه ينس دونك لازم تسقط الحوايج اذا منين كنقعد نروح ندير اللبسه ني غادي منين كنقعد نروح ندير الماكله ني غادي نروح نشتاقي توجور انا تسويت الخدمه غادي نروح غير الجيب وماركانتياكي وهي ذاش المانيس المانيس نخلق القيم الاجتماعيه جديده القيمه لي فالور سوسيال كي تنبدل زيك ني لا فالور كاين لنا باللي تستر ثمانيك وتستر ثمانيك سويني قلان ولكن ثورة لازم نو القيمه الجماليه القيمه الفنيه القيمه القيم ارستقراطيه ان صح التعبير امكي لازم تنخدم ماشي تقيميت كان راه نقيم لازم نسين ثانيه امكي راه نقيم والدعوه اذا نخلق القيم الاجتماعيه الجديده هذه القيم الاجتماعيه الجديده هذه داش الغرض ينس الغرض ينس ان قالوا غزو المستهلك ذا الاستعمار ذا الاستعمار او كان ماشي ذا الاستعمار وتلو سنر العباد الحوايج قرصن نسن الجدود نغلسن اسمي لا فرنسا ديال غرغور نغلسن الحوايج قرصن تفقريت فرنسا لم يلسن الحوايج قرصن في البدن نسن تورا نسغن العباد الحوايج قرصن سي دري من نسن وكان ماشي دير الاستعمار والله ما نسافن على كل حال المشكل راه روح ذات تغزا كوستي مثلا محترم عاد وتفضل لا لا اتفذ ولكن تفسوما الا نقل قل ولك قرصن هرضني بتشر سميني قرصن كني دونك وي ذا الغزو
الغزو ام كي تصفق الغزو كي عاد قار يون المدير التسويق التجاري نيوت الشركه الكولا يعني لي غازو زاكي تنزنكي يعني الهدف نكون الغايه ما الذي فاد البنادم ودي تمكثي رمان الهدف النغم الذي فاد بنادم دي مكثي الماركه انا غنكوني بلا ما نسيتي سيد بلا ما نسيتي هذا معليش هي السول ماركه اللي هذه السول ماركه اللي الكولا اسمرت فالت السنه تظهر ما راح تصغ الاخر ماشي دائما دونك يقول يصدغيك قروي يصدغيك قروي ما تبغى تصصت باسكيت لازم تمكثي الماركه الفلانيه يعني غير الماركه الفلانيه ما تبغى تصصت كوستيم كيف ما تبغى تصصت طونوبيل لازم تمكثي الطونوبيل كاين ثاكين 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 يصدغيك قروي سوا شو الاعلانات ديالنا توجد اكتدي تعاود اكتدي تعاود اكتدي تعاود حاشا ما تكشمك قل البرمجه الذهنيه البرمجه الذهنيه تاعك تقولتي كان يدي تبين غلط والمشكل لو كان افاد مثلا الناس وذ الكازوس اش يضرك الصحه صحه لانه الجسم يقرر صيغه يمن في كيدمن شكذا تصيغ الكازوس مثلا لا المشكله الحاجه النظام كيف كيف ما تنظر روثك الصحه ينو نظر روثك الجي بي مثلا أتغلط الطبيب أتغلط الطبيب والمشكل الثاني هذا المشكل الأخلاقي نظن ما من الدواء تقول ترى ناس لا بيبليسيتي لا ريبريزونتون ميديكال داش يخدمن هذا يروح على الطبيب سيني فوالا دوايا إذا قال نغيف غدا جديد ما ديسيون غرغور كي هلي في كاس دوايا تيسو لا سنة اثنين ثلاثة دواويت ريبريزونتون ميديكال دوايا شغل الناس سيني اثايا سعيد اشتين زنزن كوني سعيد إذا نغل بورسونتاج هذا يقول نخدم لا بيبليسيتي نخدم لا بيبليسيتي ما من الدواء يعني ما مرينك وانش ثينك الاخلاقنا اخلاق الطبيه كندير قال بيو ايتيك اون جينيرال انش ثاقي من المفروض انش ثاقي وريتيلارا وريتيلارا وثانيه كنت نتسنى ذاك الشيء اتصعود كخامي الحيوان هذه فاد صفق ثمن كشي ميك صفقت الكازوز هذه تسهليت يقول ده يقول ده الحيوان يسعى لكن ذو الليل غا دقجون عاش السمين الملائكة يعني غاس الفطرة ولكن بارك الله فيك هذه تضرط هذه تضرط هذه تبغي تسمقران الجهل واش يقول الان الجهل ديننا هذه تزوال بارك الله فيك نروح لغرهد ولا استاذ نروح للسلف مثلا مولانا سلف الصالح ميكتون عاشن انظر مثلا يون مثلا سكن فرجنا ظاهيني يواشو وتيلي شغري مثلا انك الرست تلها تزعيمت يواشو تيرضاش مثلا انك قوسيم تيلي يونع يواشو مثلا وتيلي شغري بورتابل دزعيم يواشو تيلي شغري الساعه مثلا كذا الشيء كي لا مثلا كل وقت الصحابه عليهم رضوان يون يسادي الناس يا رسول الله حمل غيتي لي مثلا الناس باضي ويشبح حمل غيتي كذا يدرى يكشم التكبر يكشم التفاخر في اللي انت مسلي ثورة النغلة والله بارك الله فيك نشتقي أغيوي السري ذاك نقوان قبالة الحديث من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدينا كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك صرف ومخيلة أيوة. شيني كيهوان لساني كيهوان يقار دتشث أسوث السث صدقث معنى سوفري دونصيب تخرتي الخسارة تخرتي الشح تدوم نورمال وابن عباس يقارد كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كثنتين صرف ومخيلة يفكينا دلو بارا يمكن يقول لك قاندو زيك سانا سانا كوكي ما نفكنا القيمة هو نشتاقي نشتاقي نكوني لأنه اسمارا نج نفك القيمة يدونيث الكمالية سوطاس نجان لو كونتوني المحتوى أنا في اللب فنشتاقي زيك تسوى شغلا العلاقة نص الروحانية تني أكو ربي سبحانه عز وجل إذا رب اللي قارنك كلش ندوني ثدي يقيم دي الدوني أمعنا ربي سبحانه عز وجل أتصوض تصرف جني الأخلاق ني المعاملة ني الحذر ني المغيظات ني الدهن ني تسيقو كو أرين جحن قرا تسيقو حواج المجتمع نان كل تورا يحواج أن جفر أين يرزن يحوج نفسي اين يشدن يحوج ذوي اين يظنن خاطر شقلنا ضقوت نتفلوك نركبوك ديكس
وقال قال انا مود فوس دوين ما عاش يبغى يخدم ديك الخساره علاه صافي كتشينو الى قد سيلي دندها تاكي سلف نكوني دي زمان فرنسا عندنا في بلي لان هجران ثو ديرين سوفون تنيت سيكي خامن نسن كنا ندير لي فيلاج يعني معنا دينا نوفان دات مثلا نسن وياض اثني 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 جمعان فضاني كسني خامن نسن فضاني كسن الحواري نسن يعني تلقي اي سمكتي سن القصه اسمك روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمكان المدينه يوضن الانصار نين امشي مقرن المهاجرين يوضن الميناس ارواح فضواك وثيا خامي يعني ساسنا تلاوين اسفروغي وثا ريتكتشيني يكرد عبد الرحمن بن عوف سلام نكني ذباب الصنعاء وريثي السوق هذا ونبارك ربي ذيك ون هذا يبارك ربي ذيك كاع قال نون تلقي ان يعني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان سبحان الله العظيم يجا ربي سبحانه عز وجل اللي في كاس الحاجه كل ما رثني دمشتي اصلا نصوض العفو الجنان يعني الفضل للسابق وان احسن اللاحق كنا قرن العلماء انت نفسي لكن يبغوا لي خلاص السلف استاذ انا كي مكتب فيرو ما تروحش المواضيع أيوة. ايضا سلف النغ ويتوش يكشم كبري ذكي في اللي انت مسلي ثورا ونتوش تزوخن سوى الروضن سن مثلا خضان خضان ونتوش تزوخن سن ركبن سن مثلا يون قرن تقصيت يون يوسد سعوديس بدا يترفد ديس هما يسرخا يديس يتزوخ في يون الناس ان افتخر تعالي بحسن فراسك فالحسن والفراهة للفراسي لا لك درك شحال مثلا تسغب الكروس تاع زعيم مثلا الكروس ني ما نتي خدمن ها وني تي خدمن ولي شي قر شياك شكاتي تسغب برك لو كان حبس ولا شبالك وني لا 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 تيخذ من ثاني الميكانيسيا الا يونع ولا شيء. واش تي كان ما سمح لي الشيخ دي قر مالك بن نبي الله يرحمه ربي يعفو في الناس قر الانسان في التطور الانسان مرض التطور ينسى الحضاري تعدى في ثلاثه المراحل المرحله ثمنزوث يتعلق بالاشياء عجبنت الحوايج تليفونك كنت سنيت الطوموبيل ثن ذخه مثلا سند الماكله وليس يعلق على الحوايج ومع المرض يطور شويه غادي يقول هذا التعليق هذاك الانسان قاعدين الطوموبيل هكا كنا تسنى تخدم تسد الجنس الفلاني تلقي التليفون هكا يخدم نسد الجنس الياباني مثلا الامريكي الالماني ومن بعد المرحله الثالثه هي قمه الحضاره ذي بسون الانسان يتعلق بالافكار الفكره صحيح تستعجب الفكره ما تعجب الفكره ذي تغل العلم درجه العلم تقول العالم ما تقول العالم يعني يخطاك الجهل ما يخطاك الجهل ذي تغلط الانسان مستحيل ما لا تسنط ما تعلمت مستحيل تسخسرت اش تيق القرن الخامس يعني القرن الخامس قبل الميلاد يقارد سقراط سقراط فيلسوف يوناني قال الانسان يفعل الشر لانه لا يعلم الخير ما وين يخدم الشر يخدم على خاطر سن الجهل يخدم يس الجهل او كان هذا يعلم الخير وهذا يعلم الخير يقول لا نقول الخير ني شو ما يخدم الشر هذا يخدم الخير هذا يختار الخير نقولش تاقي هذا نوغال ما لا لا ما اين اعلان العلاقه تبديلها كذا هنا الاخلاق زوارد الشيخ الناد باللي الوسطيه الوسطيه كي كان القرن الرابع قبل الميلاد ارسطوطاليس قال باللي الاخلاق هي وسط بين طرفين طرفين هما رذيلتين لا افراط وتفريط لا افراط الوسط اسميه الوسط الذهبي ثاني ما استندهم فالشجاعه مثلا كنا دينا الكره جايه الشجاعه الوسط قال ان الجبن التهور صحيح يا اما تسالي تدخل في الماضي يا غاتصرح تنسك زراعه تقابلت تقابلت ايزم سيد مرني كذلك الكرم قال البخل والتبذير وهي ذي الوسطيه انا غير العلم العلم ولاش زكس الوسطيه زكس التطرف معليش عيني السنطر معليش معليش هي ولاش لان ولاش تبدل وقل ربي زدني علما وإذا نظنين قرناك الاخلاق الاخلاق الواجب اخلاق الواجب شنو المعنى ينس المعنى ينس انك تخدم تعلم هذا الشيء قلان ذي الواجب كان
الواجب استخدمت الواجب وستر النطار الزياده الواجب يعني هذا الحد كان دي دي هذا الشيخ ما لازم تخدم ثمغره تخدم ثمغره وتوزع دار وتخلو دار يماني الواجبينك انك تكرم الناس هكي هذا الشيء الواجب الرسائي هو الجود بالموجود الجود بالموجود في السنين الاشهار يعني هذا الاشهار الزواج العرسي ذا الاشهار ما كانت تخدم هذا علم من مدن باللي فلان يوغ فلانه صحيح زمرت تما قسوان شتيس 10 العباد سلجيرانيك الدقص بلا ما تعرض ضد 5000 ناس 6000 لعباد وزري غار راني 10 المواكل اللي غسين المواكل وزري غار واش من اللبسه واش من الاخر بالك وتعاود راه نسلسك الناس اللي اثنين يسليني الناس اللي يسكنين ولا لا اذا الواجب اخلاق الواجب وياك ثاني ني سلجيها نظام ثاني الاخلاق توجور انا قيم قد قارن العلم الاخلاق وثقنا العلم كندنا لنا والانسان هذا يعلم لازم هذه السين لازم هذه حوس هذه يفهم ما كيتسمى قال شغل هذا شيء ذا الخير هذا شيء ذا الشر هذا شيء قلاق هذا شيء نقاره ما لا ما توضا وغانش ثاقي نتحوس نفهم هذه قل تبديرك ما تعلمت شحال لازم تستم كخا من الخبز وتسغط ثمان سنات نتباكيت وتصغر 10 صحيح ما تعلمت بلي ساقي على الران الران سكسو زريط بلي تنغرهم ذا العلم ذا العلم الحمد لله لقي يجي الوقت الخير لا الجدود النغو يتور شغرس مثلا فريجيتر قام نجي نثوري لا نجي ثوري لا ايه اير قضبسي متى لازم رذه تشد برك يواش واهر متى لازم نتشن ثلاثة العباد من بعد تستقر مثلا الحاج زمر الشيخ الاضرار وذي قيمش الوقت عيطان مسلي في الاضرار ومن بعد ان شاء الله مسلي في العلاج الاضرار في تمثلين مسنى والدين اين يعني التبذير اين يعني الاسراف مقل يتزورا الاضرار ماذا قلا ود محتضرة العواقب ينس وستحصو درس الاضرار الحاجة تم زواروت إلى قدس السند الأضرار أجي وجه الضرر ينهد في الأسر ربي سبحانه وتعالى وجل قل قرأت وقع ذيس ثانيا الضرر أكي السيوض اللي سعينيني أتوالد ولا شيء أتصدقرض كلش أضف ضمني بين عشية الوضوحة كل شيء روحي أتهلك ضمني أتهلك ضل غيريني أتهلك ضل مجتمعني أتهلك ضل لونتوراجيني كشيني قلك تصروح كلش تبردد كلش الأضرار ثم زواروث إلى قد تخرض يوجد يخد من شيك الصحبة الفاسدة والعياذ بالله اسمها تخرض يريم دوكان قلت خطش وجد سي المضرة سي الأضرار نسي يريم دوكان لونتوراج ويخدم مكي إلى قد خدمه يغل نغلو نتخمي ما لدي شو يخدم ها لفت يخدمتوني إلى قد خدمه فيظنين سي الأضرار يون مرد يكر ولاش يكد يشحاوي وبعد يكسر بفلس تقني ويفقد اللي تاع يغلبس به هذيك مصا شويه شويه الا ما ذيك شم ذي يغال ذيك شم ذي المضره اللي تم قرنت ما يلين وتخدم ضرا العواقب ام كراك الظروف ثقارة يعني اسمع عندما يقل الوازع الديني اسمع يدوس تخمم ضرا وستعذر الروح من الايمان سوشارت حصن سل غير نكتشن مكتب بلي كتشيني يستكفاك ربي للعباد يوفن رثي القيمة البغرون للعباد أثناك أسرجون دانوا أرينوفن في اللسن تقل ذا الأضرار أردي زين في الصحينيك أردي زين في الجيفينيك أردي زين حتى في الأخلاقينيك حتى في المجتمعينيك لأنه ذي المجتمع أكيوالي ما إلى السعيد استخدم الشوالي نها صوردي نها حاشا لقوانو نقرزها ويرنا بالمناسبة ماشي لما ذا صوردي كان ولا ذا مسلي يا شيخ فتحي ولا ذا مسلي تصدور ذيس تصدور صوردين تصدور مسلي تصدور ستيكلين تصدور تيقذ الأضرار إلا بكي إلا قاثن تنداوي إلا قد نغل غار ثفير إلا قان راجع من غير غاكو ربي سبحانه عز وجل ذيني فشوية نهضر في الأسنة غافل العلاج قيمش الوقت الشيخ برك غير الرمقران لخاطر السنة الكونية أنه المجتمع سحالة يفغ أي مض الحد تبذير كذا أثين ذاك هذا سيكس سيدي ربي النعمة همو فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وسيدي ربي سحالة ينهى في الحاجة أكيد
ينها في الناس لخاطر صندروث بنادم صندروث وشولت صندروث المجتمع متى غرهك الموضوع كي في أين يخصن الأضرار أين يخصن العلاج أن تمثلت قيمة واحد ربع دقائق بارك الله فيك شيخ الأضرار السلبية يعني الأضرار التبذيرة يعني الاستهلاك التفاخرية تمنزوث هو المجتمع يعني الفرد يعني الدولة تفقد الاستقرار تفقد الاستقرار الاستقرار خاصة الاستقرار الاقتصادي المالي كذري من ترى وإنك تبذير إنك كذا سفك أكن تبغى تسعوا شحال تبغي هذا فكنا سفك سي بور سا قرنك ميكو تجارة ما لا الا ذركاز ادي ادي جنوي مانيس ما لا ماشي ذركاز غاص تجي طاز دفن اثني رقع لكن الاستقرار دونك ما ما لا التبذير كي حتى الدول تفقد الاستقرار المالي تاعها واللي فقد الاستقرار المالي فقد الاستقرار تاعو ككل الحاجه اني اظن ما ما زرنا العباد باللي تبعنا كاس السلعيه كي تجدد السلعيه كي ثمينوت كي سعنا كلا الاخر تكثر لا كونترفاسون التزوير زعما السلع اماكن صحيح. اماكن اصليه انت ترخص شويه ولكن زكس الاضرار الصحه البنادم زكس الصحه البنادم وقع ترافيك الاضرار الاثنين كثره الجرائم الماليه هذو العباد الاغلبيه سلقوا تساوي تساوي سلي كريدي سلي كريدي تساغن مرض كثر لي كريدي كثر في لا سكريدي يا اما تخلص على كريدي يا اما لي شيك سون بروفيزيون اللي تسكلي على شك اش تقول الجريمه الجريمه هذه وغال هذه وغال كل الحبس هذه وغال المحاكم وتكثر انت الامور لا 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 الضرر نطني اجتماعي هذيك كثر الطلاق ترى وين قلنا تمطط مثلا توزيع كان يعني غير قزمه توزيع كان مستحيل لكن تستمر الحياه صحيح الحياه الزوجيه كثر الطلاق نيغ ما لا يغال الزواج متعب ماليا ومتعب مكلف كذا نقاري تكلف خيله اقلانا وتغرغر والتلال تكثر العنوسه وتكثر الامور هذه الامور كلها داش دنيني الحل اللي سنشتاقي تمنزوت دلوعي دلوعي لازم نشر الوعي بين الناس غير وكاد نربي الجيل اللي قلاني زران داش في لازم تستثنين لازم الاولويات والضروريات تحديد الاولويه داش تمنز الحاجه تمنزوت داش تستثنين داش تكركرا اكن نوض بارك الله فيك الله يسلمك يا شيخ بارك الله فيك كنت دقيق توزي هذه تصير خلاصة نصيحة موضعك أولا قالوا عندنا غاية مثلا ثويدة مثلا إلى قد يدوس القيس دي كلش هذه يخدم الميزانية ينسى دي يخدم الحساب منس لأنه نكوني الدين النار يساد الدين نتلمس الدين الوسطية ويعني وتصرف لما تجي مانيك ولا ما تحكي في ضرويك أدو دي سمعيش دينك سلقيس أتسرف حظ الخالقين كتلف حظ ربي سبحانه عز وجل تلف حظ واش ودينك وتلف حظ الجيفينيك اكي قال لك تدير وتحيض السنن النبي صلى الله عليه وسلم وتفكر دود مي الهند المجتمع وكان كيخدم من الملي هذا قتدي نسيك صافي دير امذان سواش قزمره ديفان الديفان حسن التسيير نسمود والترشيد الاستاذ الليون الترشيد ديال المجتمع اللي الترشيد ديال النفقين كشيني اسمرت وزن ضمانيك دي كلش هذا في ضمانيك تصديق هذا في ضمانيك تقوم ضمانيك خاص ما الا تخلص القليل معنى يمي الصياد حسن التسيير ولاش التبذير ولاش الاسراف ولاش التقدير اضاف ديما لك تعاشض تتوسرض وربي سبحانه عز وجل يتفارك لكوين الى ندروس ويتفارك هذا لكوين الى نطاس فنشتاقي تي ودينا قال نغلغ ربي سبحانه عز وجل نغلغ السنه النبي صلى الله عليه وسلم دويكين دويكين يتعاون تي العين تم قران تي سين قلق السكسر نسو اسمران دوم دي سين سين لوموراكي الفرز المورينيك اتسنى مكرت الضوض وتحوج ضراء كان قرن وزيك موسين ضراء اني ورثت الضوض مقرن سيد كيض اتد مكتيض اني ورث فغيضة توضل الشيخ جمال شرفاوي امام ولاية البويرة تنمير باش نزرى كذا ان شاء الله لك بارك الله فيك بارك ربي بارك الله فيك استاذ حشلاف تنمير باش نزرى كذا ان شاء الله لك بارك الله فيك وشكت الأستاذ في جامعة تيزي وزو الله يسلمك ربي يحفظ إن شاء الله الله يسلمك بارك الله فيك ويحفظ نجمك عيف ما يسمع قلع نوض نقول الحصة تنسر إن شاء الله متنان إن وجو النايتي ليوضف يوض ويذف ولون ونسر إن شاء الله نخدم اسم التنسلو أنحرص في الوسطية بالخصوص أين يعنان الإنفاق وسيدي ربي قار والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قوامة وانبعث في التبذير، التبذير لن يتويد برك المضرة يوشولت يتويد المضرة يومذان يتويد المضرة يثمتي مرة تنمرثين دكال قيمتي لهنا الخير تعذني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.